يا جماعة حازم إمام. ده امتداد، ده بقى مهذب اكتر من اللازم. فيعني غيظك أدبه، غيظك أدبه. يعني من وزير الادب لوزير قله الادب، يعني مؤدب اكتر من اللازم ومهذب متربي، إن شاء الله عليه، وام الدكتوره إن شاء الله طبعا عليه، ماجي طبعا ست محترمه ربنا جدا. يرحم والده جمال الغندور. جمال غندور وشوبير عايز يعمل واقعه بينه وبينه باي طريقه. جمال غندور بنتكلم كل يوم بصفته رئيس لجنه الانديه ورئيس لجنه الحكام، مع انك بنتكلم. على خلاف بينهم، نعم، انت مختلف مع لجنة الحكام عشان الحكام اللي بيجيبوهم لك. لا هو بص، انا رايي وقلت له في ثلاثه لا يحكموا الاهلي ولا الزمالك، كلامي واضح. انا ما بختارش ولا الاهلي بيختار. دلوقتي جهاد جريشه ده من دايرتي وسلم عليا في مؤتمر، الراجل سلم. النادي الاهلي قال لك ما حكمناش، ما حكملوش، وضع طبيعي. ادراك الحدود بالشبهات، تمام. انا القاضي لما اروح القاضي يقول لي يا فندم اصل حضرتك المخصم تقول لي شكرا، يحيل القضيه. واثنين البنا، والتاني اللي اسمه ما اعرف مش فاكر اسمه ايه، البنا